يبدو أن الأرياف حسمت أمرها لمصلحة المعارضة، كما هي حال المزارع زوبهاج تشاوهان الذي يشعر بخيبة الأمل والغضب بسبب الرشاوى التي يقدمها للمسؤولين وارتفاع أسعار الديزل وعدم تسديد الحكومة ما عليها من فواتير القمح وقصب السكر منذ سنتين. الحكومة تعد بالكثير لكنها لا تفعل شيئا. إننا بحاجة إلى تغيير شامل وإلا فسنجوع يوما ما. المزارع تشاوهان كان من أنصار حزب المؤتمر الحاكم وأسرة غاندي، لكنه صوت هذه المرة لحزب بهاراتيا جنات القومي الهندوسي لأنه يعلق آماله على زعيم الحزب ناريندرا مودي. مودي قدم الكثير لنا نحن المزارعين، والمنطقة التي يحكمها لا تنقطع عنها شبكة الكهرباء طوال اليوم بخلاف منطقتنا. ناريندرا مودي سياسي واثق من نفسه وذو شعبية واسعة، ويقول إن مصلحة الهند فوق كل اعتبار، ويعد الجميع بتوفير الكهرباء ومياه الشرب والطرق الجيدة، وقبل كل ذلك يعد بمزيد من النمو الاقتصادي. ومنذ 12 عاما يحكم مودي ولاية جوجارات التي تشهد تطورا ملحوظا، ويتمتع مودي بشعبية بين الشباب، فالعديد منهم يعتبره قادرا على إحداث التغيير. هؤلاء الطلبة وصلوا لأول مرة إلى السن القانوني للتصويت. لقد تطورت الشعوب الأخرى، أصدقائي من الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة ينتقدونني وينتقدون بلدي ويقولون إنها متسخة وتفوح منها رائحة الصرف الصحي. لم أعد أطيق ذلك وأشعر بالخجل، لكن مودي لا يتمتع بشعبية لدى الجميع، فالمسلمون مثلا يخشونه ويتهمونه بالتقاعس في الأحداث الدامية التي شهدتها ولاية جوجارات عام 2002 وخلفت أكثر من 1000 قتيل منهم. أما حزب المؤتمر الحاكم فيخوض حملته الانتخابية بشخصية من أسرة غاندي، وهو راؤول ناجلسونيا وراتشيف، غير أنه يبدو في نظر كثيرين عصبيا ومترددا. أعتقد أن الحكومة فقدت الرغبة في مواصلة الحكم. على الحكومة أن تفهم أن الأهم بالنسبة للناس هو تحسين دخلهم. ينبغي للحكومة أن تفهم احتياجات الناس. أقرت الحكومة بعض البرامج لمكافحة الجوع في الأرياف، غير أن الكثير منها وقع ضحية الفساد، ولذلك ترفرف الآن أعلام حزب بهاراتيا جنات المعارض في القرى. يقول زوبتش إن أسرته انتخبت مودي لأنه قائد قوي سيشحذ عزيمة الشعب.